السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام. نحن نجدد اللقاء معكم في برنامجكم مؤشرات، معي أنا عادل بربع. أسعار العقار ما بين الارتفاع والانخفاض، هل هو وهم أم هو حقيقة؟ تساؤلات واستفهامات تجعلنا لابد أن نعرف نظرة الخبراء والناس اللي لهم كلمة في هذه في هذا الموضوع. قد تكون هناك أسباب، قد تكون هناك علامات أو ظواهر تظهر لنا، لكن هل هي حقيقة أم أنه مجرد اجتهادات من أطراف دون أطراف أخرى؟ نسمع لهذا التقرير ثم نكون مع ضيفنا في هذه الحلقة. حدوث ارتفاع أسعار العقارات بسبب هدم العشوائيات في جدة هو أمر طبيعي، وهو ما دعا سكان تلك الأحياء إلى البحث عن منازل بديلة بالإيجار يعيشون بها. ومع زيادة الطلب على المنازل التي يتم استئجارها، شهد سوق العقارات في جدة ارتفاع في الأسعار، وهو ما يجعل عدد من المواطنين يعانون عند البحث عن سكن ملائم بسعر مناسب وليس مبالغ به. ونظرا إلى كثرة الطلب خلال الفترة الأخيرة على المنازل التي يتم استئجارها، زادت الإيجارات في المدينة بصورة ملحوظة. لكن قبل ذلك كله، جاءت توقعات العقاريين إيجابية ومبشرة، وذلك للقطاع العقاري في 2021، حيث أجمعوا على أن القطاع سيشهد نمواً في الأداء مستفيداً من ظهور اللقاح وبدء عودة الحياة لطبيعتها. إلا أن النتائج ستظل دون ما حققه القطاع في 2019، نظراً لتغير نمط الحياة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على المجتمعات، على أن يعود استجماع قواه بحلول عام 2022. ورأوا أن القطاع السكني سيبقى في طليعة القطاعات العقارية في ظل زيادة الطلب عليه حتى وإن تعرض لحركة تصحيحية مؤقتة. فهناك عوامل عديدة مثل تعثر عقارات الاستثماري وميزات المناطق السكنية والعوائد المجزية تدعم مكانة هذا القطاع وتعزز حركة التداول عليه، متوقعين في الوقت نفسه تحسن أداء القطاعين التجاري والصناعي وزيادة الإقبال على المخازن بشكل لافت وغير مسبوق نتيجة قلة العرض وانتعاش التسوق عبر الأونلاين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وينضم إلينا في هذه الحلقة عبر الهاتف وطبعا متواجد حاليا في دبي الأستاذ خالد بن شاكر المبيض، خبير عقاري والرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية. حياك الله أستاذ خالد، وسعداء بوجودك معنا في هذه الحلقة. أهلا وسهلا أستاذ آدر، أسعد الله مساءك ومساء المستمعين الكرام، حياكم الله. سلمك الله، وأخذناك حقيقة يعني من وقتك ويعني انشغالك، الله يعطيك العافية أنك متواجد معنا. الله يحييك، هذا شرف لي، الله يطول عمرك. سلمك الله، الله يشرف مقدارك. طبعا أستاذ خالد، استمعت إلى التقرير، وطبعا يمكن الحدث الحاصل في بعض إزالة العشوائيات في مدينة جدة رفع من أسعار العقار في يعني بشكل عام، وهو جاء بناء على العرض والطلب، فلما اشتد الطلب صار العرض مقدم بطريقة يعني أو بأخرى. يعني نظرتك أو يمكن لك تعليقك حول هذا الموضوع وحول هذا التقرير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة، وأنا الحقيقة بالنسبة للتقرير سمعته وسمعت كثير الحقيقة من التقارير ومن أراء المواطنين فيما يخص القطاع العقاري، وهذا الأمر الحقيقة يعني أنا باعتقاد أنه أمر طبيعي، لأنه إحنا اليوم سواء كانت اليوم أو غدا أو أي وقت مستقبلي نحتاج إلى تصحيح أوضاع العشوائيات. نعم. سيما أنه إحنا اليوم في المملكة نمر بمرحلة من التحول يعني تليق بمستوى المملكة العربية كعضو في الدول الكبرى، ونحتاج الحقيقة إلى يعني استغلال هذا الظرف وهذه القيادة الحكيمة المتحمسة للتغيير بشكل كبير جدا. لا شك أنه أي تغيير اليوم فيما يخص العشوائيات وحيكون له يعني تبعات مؤقتة مزعجة من ارتفاع أسعار العقارات، وهذه بالمناسبة يعني حصلت في كثير من الدول العظمى والإقليمية. أي تغير اليوم في منظومة العقار يعني سيكون هناك تبعات لها مؤقتة سلبية من ارتفاع أسعار الوحدات، من قلة المعروض
وسيما أنه إحنا خلال الفترة الماضية الحقيقة كنا يعني نعاني نعاناة كبيرة جدا من قلة إمكانية تمكن المواطن من تملك السكن. نعم. هذا الأمر كان بسبب قلة التمويل أو ضعف التمويل. الأمر الثاني كان هو يعني قلة الإمكانيات أو تدني دخل المواطن مقارنة بأسعار العقارات. هذا الأمر أدى بالدولة حفظها الله بأنها قامت بعدة برامج، حوالي يمكن أطلقت خلال الخمس سنوات الماضية أكثر من 16 برنامج ليخص القطاع العقاري، تهدف إلى تسهيل أو تمكين المواطن من شراء المنزل. نعم. طبعا هذا لم يكن حقيقة في يعني لم يكن بالمقابل ما يناسبه من حجم المعروض، يعني المطورين العقاريين حقيقة لم يكونوا جاهزين أي. في هذا الوقت، ولكن هذا أمر طبيعي لأنه هي منظومة الإيكو سيستم تحتاج إلى إصلاح في عملية الطلب، ثم يتبعها لاحقا يعني شركات تدخل السوق وتبني وحدات سكنية لموازنة العرض والطلب. صحيح. مثل ما قال سيدي صاحب سمو الملك بن محمد سلمان، نحن نحتاج خلال الفترة القادمة إلى صانع سوق، وهذا ما تقوم به الدولة اليوم حفظها الله بضخم يعني مزيد من الشركات الكبرى والمشاريع العملاقة التي توازن العرض والطلب. نعم. هذا الأمر سيكون أنا باعتقادي يعني مؤقت، اللي هو الارتفاع بسبب أنه أكثر من 80% من مشاريع العملاقة الميجا والجيجا بروجكت هتحتاج لها من 3 إلى 5 سنوات كحد أقصى للدخول المعروض أو الوحدات المعروضة للسوق، وبالتالي تخلق توازن. نعم نعم. في بيان يعني نشر في 21 أكتوبر يعني هذا العام، يعني الشهر الماضي تقريبا، يعني أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة بنسبة 0.5% في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. يعني نريد أن نتكلم لما يعني ويعزو هذا الأمر أنه الارتفاع جاء تأثر بارتفاع أسعار العقارات السكنية، أم أنه بارتفاع الأراضي أو بسبب وجود رسوم على الأراضي البيضاء؟ هل هذه الأمور ساهمت في هذا الارتفاع؟ أنا أعتقد رسوم الأراضي البيضاء هدفها هي عملية إجبار ملاك الأراضي الكبيرة لتطويرها وإدخالها في منظومة التطوير العقاري. نعم. فهي إن دخلت طبعا سيكون هناك نتيجة بالعكس عكسية على أسعار العقارات، هتنخفض يفترض، لكن أيوة. هذه مشكلة أنه منظومة البناء العقاري تحتاج إلى وقت لكي نصل إلى المنتج النهائي. الحقيقة الفترة الماضية كنا وكل الدول العظمى يمكن مرت بأزمة كورونا، ضعف في الأيدي العاملة بسبب يعني الإغلاقات الأخيرة، ارتفاع في الطلب على المواد الخام لبناء الوحدات السكنية. هذا الأمر أدى يعني بشكل أو بآخر إلى ارتفاع وندرة البناء. نعم. هذا الأمر طبعا قابله بالمقابل عدد كبير جدا من منتجات التمويلية، يعني أعلنت الحقيقة هيئة الإحصاءات العامة أنه أكثر من 150 ألف وحدة سكنية تم بيعها خلال 3 سنوات الماضية، وهو طبعا رقم قياسي مقارنة بالدول العظمى. وهذا الأمر الحقيقة كان من المتوقع أن يكون أثره ارتفاع كبير جدا، سيما إحنا عندنا تباطؤ في المعروض بسبب أزمة كورونا، لكن أنا أعتقد أنه نحن في الاتجاه الصحيح. يعني النتائج المرجوة قد تكون يعني مقبولة، يعني أو النتائج المرجوة وحجم النتائج المرجوة ستجعل أنه أثار السلبية الناتجة من هذه المشاريع مقبولة نوعا ما، لأنه الهدف سامي، ونحن نعتقد أنه خلال 5 سنوات الجاية حيكون فيها معروض كبير جدا على مستوى الوحدات السكنية، لا من السعر ولا من ناحية المنافسة على الجودة، وهذا الأمر سيخلق توازن، وهذا أمر طبيعي لأنه السوق العقاري بشكل عام في جميع دول العالم يمر دائما بارتفاع وهبوط حسب العرض والطلب. نعم.
نعم. طيب في أشياء كثيرة طبعا أكيد نقاط مهمة حول موضوع العقار وكذلك ارتفاعه وانخفاضه ومستقبل العقار إن شاء الله في المملكة. كل ذلك وأكثر راح يكون معك أستاذ خالد الله يعطيك العافية. للتذكير مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا عبر واتساب الإذاعة سواء كان باتصال أو إذا حبيتوا ترسلوا رسالة نصية مكتوبة إلى واتساب الإذاعة راح نرحب برسائلكم وتواصلكم على الرقم 055-66-89-001 مرة أخرى 055-66-89-001. فاصل نرجع لكم خليكم معنا. حياكم الله مستمعينا الكرام عودة إليكم مرة أخرى في برنامجكم مؤشرات معي أنا عادل برباع وفي ضيافتي الأستاذ خالد مشاكر المبيض خبير عقاري والرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية. نرحب بتواصلكم معنا عبر واتساب الإذاعة على 055-66-89-001 055-66-89-001. أستاذ خالد يعني هناك أسباب قد ممكن أنها يعني تؤثر على تغير الأسعار في العقار ومنها من ما ذكر أنه أحيانا قد يكون للتغير في أسعار النفط انهيار الأسعار وارتفاع الضرائب يعني أحيانا شكل ضربة على أسعار العقارات في السعودية. تعليقك على هذه الجزئية. أشكرك على هذا السؤال لأنه حقيقة سؤال مهم جدا وكثير الحقيقة يتساءل اليوم انه هل اسعار النفط لها تاثير مباشر على اسعار العقارات؟ الاجابه نعم ولا في نفس الوقت. نعم انه هناك الحقيقه دخل اكبر للحكومه وهذا يعني انفاق اكبر في المشاريع العقاريه وانفاق فيما يخص الدعم الاسكاني والقروض الاسكانيه، ولكن لا انه هناك حقيقه سيولة أكبر تتوفر لدى الحكومة وستقوم ببناء وحدات سكنية. هذه الوحدات يعني قريبا ستدخل المعروض وبالتالي سيكون هناك توازن بين العرض والطلب. سؤالك الأول أو الشق الأول من السؤال أنه ارتفاع العقارات يعني هو لا شك أنه هاجس، لكن ارتفاع العقارات أنا باعتقادي أنه هي دورة اقتصادية طبيعية تمر بمرحلة الارتفاع ثم الركود أو الهدوء ثم الركود مرة أخرى. طبعا هذا الأمر طبيعي وأنا باعتقاد أنه حتمي وأيضا مفيد، لأنه مع وجود ارتفاع في أسعار العقارات سيكون هناك شراهة أكبر لدخول عدد أكبر من الشركات التطوير العقاري لضخ وحدات أكبر مستقبلا، وبالتالي عندما يتحول السوق إلى الاتزان ثم الركود ستكون هناك فرصة أكبر لنزول أسعار العقارات وبالتالي عدد أكبر من الشرائح المجتمع سيستطيع أن يشتري وحدة سكنية. نعم. الأسعار طيب أستاذ خالد يعني ماذا عن أسعار العقار وين حتصل؟ هل هناك يعني مكان معين سقف معين؟ الحقيقة أنا ودي أطمن المستمعين أنه دائما طبعا وقت الطلوع يكون في انباء واراء انه لا يوجد سقف للارتفاع، هذا غير صحيح. دائما سبحان الله هناك سقف للاسعار يعني تصل اليه ثم تبدا الاسعار في النزول. طبعا هذه الدوره طبيعيه وانا اعتقد انها ايضا مفيده، لانه اليوم ان كان هناك ركود في اسواق العقار واسعار العقار او توقعات للنزول هذا الأمر سيخيف المطورين العقاريين من دخول السوق وضخ سيولة أكبر ومشاريع أكبر، وبالتالي سيكون هناك نقص في المعروض. لكن لما نتكلم اليوم عن انتعاش في الأسعار هذا الأمر سيؤدي إلى تحمس كثير من المطورين العقاريين والمستثمرين إلى تحويل جزء من سيولتهم أو استثماراتهم في تطوير الوحدات السكنية لاستغلال هذا الارتفاع.
وبالتالي سيكون هناك لدينا فرصة لدخول مشاريع نوعية بحجم أكبر. يعني أنا أؤكد للمستمعين الكرام اليوم في جدة هناك أكثر من 54 ألف وحدة سكنية في البايبلاين أو في خط الإنتاج، ستدخل السوق خلال الثلاث سنوات القادمة. هذا الأمر سيؤدي إلى توازن كبير جدا وتعويض للوحدات السكنية الناقصة. أنا باعتقادي أنه الارتفاع هذا مؤقت وأيضا محدود. يعني لا يتوقع أحد أنه يستمر إلى ما لا نهاية، ولا يتوقع أحد أنه سيستمر إلى الأبد. الاختلاف الأسعار أحيانا من منطقة لأخرى، من مدينة لأخرى، إلى ماذا يعود ذلك؟ يعني هنا تقرير ارتفعت أسعار الفلل في الرياض بنسبة 3.6% و6.6% في عام 2019، أما أسعار جدة ارتفعت بنسبة 3.3% و1.8% على التوالي بما يخص الشقق السكنية طبعا في عام 2019 وهكذا. يعني أحيانا المؤشرات بتكون مختلفة من مكان لآخر، هل هناك يعني مسببات معينة على حسب الكثافة السكانية، على حسب وجود الأعمال أو التجارة في منطقة دون أخرى؟ والله شوف، يعني أنت جاوبت على السؤال بشقه الثاني. هناك محددات أساسية. يعني اليوم دائما الإنسان يذهب أو يحب أن يسكن قريب من مقر عمله أو فرصة العمل المتاحة له. الأمر الثاني، نحن نتكلم عن مدينة الرياض. طبعا مدينة الرياض هي عاصمة دولة من الدول العظمى العشرين، يعني تعتبر هي الدولة الأكبر اقتصاديا ولديها إمكانيات عملاقة. هناك حقيقة طموح كبير جدا لدى القيادة. نحن نتكلم عن يعني من مخرجات الرؤية 2030 انتقال عدد كبير جدا من الشركات العالمية أو مقرات الشركات العالمية أو مقرات الإقليمية تحديدا لهذه الشركات العالمية في هذه العاصمة للاستفادة من هذه الطفرة العملاقة. التي طبعا سيتبعها توظيف وعمل. أنا باعتقادي أنه الرياض لها نصيب الأسد بحكم أنها يعني العاصمة، وهناك أيضا مشاريع نوعية فيها، وأيضا جدة والمنطقة الشرقية سيتبعها هذا أو سيتبعها هذا الحراك. يعني طبعا هناك أيضا لو دخلنا على المايكرو ليفل، هناك أيضا يعني أحياء مرغوبة أكثر، صحيح، بسبب نوعية السكان، بسبب الخدمات الموجودة فيها، سهولة الدخول والخروج منها. لكن أنا باعتقادي اليوم الخريطة قد تتغير. يعني عندك حي جنوب جدة العشوائيات، حي غليل، يعني سيكون هناك تحول كبير جدا. يمكن قد نسمع أنه هناك مشاريع نوعية سكانية فيها، لأنه هذا الحي كان حقيقة العائق الكبير جدا أمامنا هو القرار في إزالة هذا الحي أو هذه العشوائيات. أي نعم مؤلم محزن، لكنه مثل العملية الجراحية، صحيح، التي يحتاجها الإنسان. اليوم أنا باعتقادي أنه لو تم يعني استغلال هذه العشوائيات بشكل جيد في عمل مشاريع نوعية، نحن نتكلم عن أحياء قريبة من مكة، قريبة من الطرق الرئيسية، أيضا قريبة من البحر. هناك أيضا مشاريع استثنائية ستوظف أو تستوعب عدد كبير جدا من الموظفين، وبالتالي ستكون هي الوجهة الرئيسية. فأنا باعتقادي أنه من المبكر اليوم الحكم على أسعار العقارات. اليوم نحن في وقت بداية الرؤية، خلينا نقول الحلم الكبير جدا. يعني زي اليوم اللي عندك حفريات في بيتك أو حفريات، خلينا نقول في الحي اللي أنت فيه، أي نعم مزعجة، لكنك داخلك حتكون سعيد أنه في حفريات، معناته في تصليحات، معناته في خدمات إضافية راح تودع، حتتحمل هذه الحفريات، صحيح، على سوءها. أنا أبغى المستمع الكريم أنه يأخذ هذه المشاريع وهذه خلينا نقول المشاريع بهذا المنطق. يعني نعم،
لا منطق صحيح وسليم بلا شك. لذلك احنا نريد ان نؤكد مثل هذا المنطق من خلال اللقاء بك استاذ خالد، وما زال يعني لدينا العديد من المحاور المهمة ان شاء الله راح نتكلم عنها، وانا يعني ادع المجال والمساحة متاحة للسادة المستمعين والمستمعات، بامكانهم التواصل باي استفسار عبر واتساب الإذاعة على 055-66-89-001، مرة أخرى 055-66-89-001. فاصل ونرجع لكم. حياكم الله مستمعينا الكرام. طبعا إذا كنا نتكلم أيضا عن العقار، رح نتكلم بلا شك أيضا عن مشاريع وزارة الإسكان اللي تهدف حقيقة لتوفير عدد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المناسبة لتسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول، وهذا طبعا تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030 لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030. ضيفنا في هذه الحلقة للحديث عن هذه الأمور خاصة في موضوع العقار الخبير العقاري الأستاذ خالد بن شاكر مبيض، الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية. تعليقك حول يعني دور الآن مشاريع وزارة الإسكان، وأيضا نسبة المتملكين للعقار في طبعا إلى أين يصل، وأيضا الازدياد الذي الآن قاعد يحصل. الحقيقة وزارة الإسكان عندها تحدي كبير جدا. أنا باعتقاد أن اليوم التحدي اللي تمر فيه وزارة الإسكان هو الأكبر منذ نشوئها، لأنه نعم. هي من جهة تريد أن تحقق الرؤية وتحقق أهدافها ومستهدفاتها، وخلينا نقول سقفها عالي جدا مقارنة بالوقت والتحديات، وبالمقابل أيضا تواجه مشكلة كبيرة مثل ما تواجه السوق من ارتفاع تكاليف البناء سواء بسبب الأيدي العاملة أو بسبب ارتفاع الأدوات البناء أو مواد البناء بشكل عام، وهذا الأمر طبعا أسعاره عالمية لا تستطيع أن تتدخل فيه، وبالتالي هي أمام تحدي في عملية ضبط الكلفة وأيضا عمل المستهدف في وقت المحدد، تجنبا طبعا لأي أثار جانبية بسبب هذه المشاريع أو تأخر هذه المشاريع من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وتراكم الطلب. طبعا نحن نتمنى لها بإذن الله التوفيق. طبعا هي نجحت حقيقة في تحقيق حتى أعلى من المستهدف خلال إعلان وزير الإسكان في ذاك الوقت، أنه وصلوا إلى أو أعلن سيدي صاحب سمو الملك الأمير حمد بن سلمان أنهم وصلوا إلى 63% من حجم التملك، وهذا الأمر طبعا كانوا هم حاطين ل 2020 أنهم يوصلون إلى 60%، وكان هذا طبعا الرقم يعتبر رقم قياسي، وكان هناك يعني كثير من اللغط بإمكانية أن يصل هذا الرقم، واليوم الحمد لله حققوا 63%، مما يعني أدى بأنه الأمير محمد بن سلمان أعلن برفع التحدي أو سقف التحدي إلى أن يصل إلى 70%، وطبعا يعتبر رقم مهول. نعم. لأنه لا توجد دولة، حتى الدول الأكثر ثراء لا توجد دولة تستطيع أن تصل إلى هذا الرقم بسهولة إلا خلال فترة طويلة جدا وجهد لا يعني يستهان فيه، لأنه نعم. نحن نتكلم عن بناء وحدات سكنية اللي تأخذ طبعا سنوات لكي تصل، وأيضا تكاليف عملاقة. فأنا باعتقادي أنه وصلنا إلى 63% يعتبر رقم استثنائي، يمكن كثير من الناس لا يستطيع أن يتخيل أنه يعني حتى أكثر دول، طبعا لا يوجد دولة في العالم لديها 80%. طبعا كنا نسمع خطأ أنه بعض الدول الغنية الأوروبية مثل النرويج أنه نسبة التملك فيها 100% و90%، طبعا هذا غير صحيح وغير منطقي، لأنه الدائرة الدورة الاقتصادية لا تكتمل إلا بوجود مستأجرين، والمستأجر يجب أن لا يتملك. إذا كان كل الناس تتملك منزلها، إذن العقارات المعوضة للإيجار لن يسكنها أحد، صحيح. فبالتالي سيكون هناك خلل في ميزان الاقتصاد،
هناك الحقيقة جمعيات خيرية، هناك أسر متعففة تحتاج من هذا الإيجار، وبالتالي يجب أن يستمر سوق الإيجار في أي دولة في العالم أو اقتصاد في العالم. ولكن أنا باعتقادي أنه الهدف أو المستهدف إلى الوصول إلى 70% خلال 2030 يعتبر، يعني أنا باعتقادي وحتى الكثير من الاقتصاديين اللي في العالم يروا أنه يعني يعتبر رقم استثنائي ولا يمكن الوصول له بسهولة. نعم، ويعني وهناك أكيد عوامل نجحت، وبالتأكيد يعني دعم سيدي ولي العهد لمثل هذه المشاريع رفع من سقف حقيقة الإنجاز بشكل كبير، وهذا والله اللي حصل. يعني لك أن تتخيل اليوم أنه يعني الكوميتي الإسكان أو ما يسمى يعني وزارة الإسكان ومشاريع وزارة الإسكان يعني لها عليها اهتمام أو تجد اهتمام كبير جدا من القيادة العليا من سيد صاحب سمو الملك، يعني هم يتبعون مباشرة إلى مجلس اقتصاد التنمية. هناك رقابة شبه أسبوعية على مستهدفات وعلى الأهداف والوصول إلى الأهداف وتدليل الصعوبات. لك أن تتخيل حجم الاهتمام في هذا يعني في هذا القطاع اللي أنا باعتقاد أنه حيوي طبعا. وهناك تحديات يمكن كثير من الدول اليوم يعني تواجهها بسبب كورونا، بسبب ضعف الأيدي العاملة، بسبب قلة المعروض في الحديد، أسعار الحديد 70-80% من مواد البناء طبعا هي أسعار عالمية مثل الأسمنت والحديد ومواد التشطيب. نعم يعني أيضا تجد أنه الحلول اللي وضعت في موضوع الإسكان ولتملك المنازل يعني هي هذه ممكن أنها تسهم، أم أنه هناك قد تكون في حلول ثانية؟ يعني بعضهم قد يقول لماذا لا نعتمد المنازل البسيطة كجزء من الحلول مثل منازل الأحياء السكنية الخاصة مثل الكامبوندات وسكن مثل سكن أرامكو مثلا، تجميع المنازل مثلا في يعني بشكل معين. وسبقا عرضت مثل هذه الصور للحي السكني في مدينة راس تنورة الخاص يعني بشركة أرامكو السعودية في تويتر، وهناك تفاعل كان إيجابي كبير حول مثل هذه الأمور. شوف أنا الحقيقة ماني متحدث عن وزارة الإسكان، لكن مطلع على، لكن تتخيل أن وزارة الإسكان لديها قسم خاص أو خلينا نقول يعني منظومة خاصة لتطوير ودعم البناء الحديث. نعم. يعني هناك الحقيقة أكثر من 30 تقريبا أو 40 محفز وضعته وزارة الإسكان للمطورين الذين يستخدمون التقنية الحديثة للبناء. هناك أكثر من 150 تقريبا زيارة سنوية لجميع معارض دول العالم تقوم فيها وزارة الإسكان ومثيل وزارة الإسكان وأيضا المطورين تابعين وزارة الإسكان. هناك أيضا محفزات وضعتها وزارة الإسكان للمطورين الذين يستخدمون تقنية حديثة للبناء. يعني لك أن تتخيل أنه هناك 10% إضافية للدعم للمطورين الذين يستخدمون التقنية الحديثة. أيضا هناك تمويل يصل إلى 3 مليار ريال، وهو طبعا رقم يعتبر ضخم جدا لأي جهة مصنعة تقوم بتوطين أي تقنية بناء حديثة يتم دراستها عن طريق صندوق التنمية الصناعي، وفي حال نجحت هذه التقنية أو حصلت على إعجاب المعنيين مباشرة يحصل على تمويل يصل إلى 80%. ما شاء الله. لتوطين الآن وصلوا إلى أكثر من 2 مليار ريال تم تمويلها، وهناك أكثر من 180 مصنع تم إنشاؤها متخصصين، هذول تم توطين مشاريع ما يسمى المواد البناء أو خلينا نقول تقنية البناء الحديثة. نعم. من الطباعة الرقمية، الطباعة الثلاثية، من التشطيبات الحديثة إلى آخره، وتم فعليا استغلالها ليتقبلها السوق. وهناك أيضا بعض الوحدات تم بنائها للعرض فقط لكي يعني يبدأ القطاع الخاص يعني يستوعبها ويستخدمها. أنا باعتقادي أنه ستكون الدولة عندنا أو المملكة العربية السعودية ستكون سباقة وستكون يعني منبر
ومنارة في مقارنة بالدول المتقدمة في استخدام المواد البناء الحديث بإذن الله تعالى. وإن شاء الله المسيرة هذه يعني تستمر بنجاحاتها، وحقيقة يعني وزارة الإسكان يعطيها العافية من خلال مشاريعها يعني أعطتنا قصص نجاح بشكل متوالي من يعني من مرة لأخرى، ومن اتفاقيات وشركات وعقود تعقد، وأيضا يعني العقود اللي تأخذ من خلال يعني المتملكين للعقار، هذا يثبت بشكل كبير وواضح وملموس حقيقة الدور اللي بيقام. هذا والله صحيح، والله مش مجاملة للأمانة، يعني أنا لا يوجد عندي أي تعارض أو 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 تعارض مصالح مع وزارة الإسكان، لكن بكل أمانة يجب أن نشكر المنجز. نعم. يعني اليوم رفعنا سقف التحديات، يعني إحنا في السابق كنا يعني 90-99% من حجم المشاريع التي يقوم بها القطاع الخاص كانت فقط من البناء التقليدي، وهو طبعاً يعني بناء قديم عمره أكثر من 60-70 سنة. اليوم نحن يعني بدأنا نلمس أن هناك مشاريع من القطاع الخاص بدأت تستخدم تقنية البناء الحديث، وهو موفر للوقت وموفر للكلفة أيضا. نعم. ما زال الحديث معك أستاذ خالد مشاكل بيض، خبير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، وما زلنا معكم مستمعين الكرام، نتلقى أي سؤال أو استفسار عبر واتساب الإذاعة 055-66-89-001، مرة أخرى 055-66-89-001. فاصل نرجع لكم، خليكم معنا. حياكم الله مستمعينا الكرام. طبعا واحنا نتكلم عن العقار بلا شك يعني كلنا نحتاج أن نعرف خلال هذا الوقت، وطبعا كثير من الكلام اللي بنتحدث فيه عن المتملكين والمشاريع وما إلى ذلك، أنا كإنسان أبغى أشتري عقار، يا جماعة أبغى أشتري بيت، كيف أستغل مثل هذه الأوضاع؟ هل أنا الآن في الوقت المناسب ويعني أو أنه أوفر شيء مناسب حتى أستطيع أن أشتري بيت؟ ما هي الأمور اللي تخليني فعلا متاح وباستطاعتي أن أتملك بيت في مثل هذا الوقت؟ طبعا إذا كنا نبغى نوجه هذا السؤال، وبالطبعا أكيد الخبير العقاري الأستاذ خالد نبيض الرئيس التنفيذي شركة منصات العقارية خير من يعني يفيدنا في مثل هذا الموضوع. السؤال والجواب عندك. والله هذا السؤال حقيقة جميل وأشكرك عليه، لأنه فعلا المواطن يعني يسمع هالمشاريع العملاقة وهالتحديات، يعني يبغى يعني يعكسها على إمكانياته الشخصية ويبغى يستفيد هو على المستوى الشخصي. أنا أقول لك إنه اليوم كثير للأسف من المواطنين أضاع فرصة ذهبية لشراء منزل. أنا أؤكد لك إنه حياة المستمع ممكن تتغير اليوم ويصبح من ملاك العقارات بسبب مثلا معلومة عرفها أو سمعها. يعني اليوم وزارة الإسكان أطلقت ثلاث يعني منتجات للمواطنين. نعم. المنتج الأول هو الإسكان المدعوم. إسكان المدعوم هذا أي شخص عنده إمكانيات، حتى لو هو ملياردير وعنده دخل مثلا خبراته 200,000 أو 300,000، اليوم يبغى يشتري منزله الأول، وزارة الإسكان قدمت لك خدمة ممتازة جدا، هي تسهيلات للمسكن الأول من ناحية تخفيض قيمة التصرفات العقارية اللي هي 5% إلى صفر من المليون الأول قيمة المنزل، وهذا طبعا يعتبر جدا إيجابي. الأمر الثاني هي التسهيلات البنكية من خلال البنوك المتعاملة مع صندوق التنمية العقاري، وهي طبعا أنا باعتقاد أنه كل البنوك الآن تقدمها، وبالتالي أنت تأخذ إلى فائدة جدا منخفضة ومدعومة. المنتج الثاني هو الإسكان محدودي الدخل. محدودي الدخل يستطيع اليوم يتقدم يحصل على أحد منتجات وزارة الإسكان، سواء شراء عن طريق الخارطة أو شراء مباشرة طبعا بتمويل مدعوم صفر فائدة، يستطيع أن يحصل على المنزل تتحمل اللي هي تمويل فترة الشراء
أثناء البناء طبعاً البنوك بدون أي فائدة، وهذا أمر أنا أعتقد أنه فرصة كبيرة جداً. وهناك أيضاً منتج ثالث لمعدومي الدخل، خلينا نقول اللي ما عنده نهائياً مسكين، هذول عندهم الآن منتج اسمه الإسكان التنموي. وزارة الإسكان تقدم لك سكن مجاناً تقدر تستلمه مباشرةً، هو عبارة عن إيجار طويل المدى مجاني إلى أن تنتهي مشكلتك مع يعني يتحسن دخلك وتستطيع أن تشتري بيت. فأنا باعتقادي أنه هذه الثلاث منتجات اليوم هي فرصة كبيرة جدا. نعم. مثل ما ذكرت لك، أنا اليوم عندنا أكثر من 56,000 وحدة سكنية أو منتج سكني اليوم موجود في جدة فقط لحالها. عندك الرياض تقريبا أكثر من ضعف هذا الرقم والمناطق الأخرى. فبالتالي هناك حقيقة فرصة كبيرة جدا للمواطن يشتري بيت. نعم. السؤال اليوم، هل هو الوقت المناسب لشراء المنزل؟ أنا باعتقادي أنه هذا الجواب أو الجواب على هذا السؤال هو أي وقت تجد فيه الفرصة المناسبة وجدت المناسب لا تنتظر نهائيا، حتى لو قالوا لك أنه الأسعار حتنخفض حتزيد لا تنتظر. أي. لأنه دائما الفرصة عندما تكون مواتية لك قد لا تكون مواتية مستقبلا لك. صحيح. يعني هناك كثير الحقيقة من المواطنين تعدوا مرحلة أو السن الاقتصادي لشراء المنازل وبالتالي لا يستطيع. هناك كثير من المواطنين حقيقة أهملوا تجميع الدفعة الأولى لأنه أحس بالإحباط، قال لك ليش أجمع الدفعة الأولى الأسعار أعلى ما. لا يا أخي، ابدأ جمع الدفعة الأولى من الآن، سواء كانت مبلغها كبير أو أقل أو صغير، حتى لو أخذت جزء من راتبك لو بسيط جدا اليوم حطه للسكن يا أخي. للأسف لا توجد لدي للغالبية ثقافة شراء المنزل، لأنه يعتقد أن المنزل هذا أمر يعني مستبعد. لا يا أخي، هو جزء من حياتك. بالعكس، بدل ما تقسط سيارة ابدأ يا أخي بالمبلغ أنت قاعد تقسط في سيارة أو تقسط للسفر، ابدأ جمع هذا المبلغ لدفعة أولى، وبالتالي ستجد أنه شراء المنزل أسهل بكثير من ما تتوقع. الدولة اليوم قاعدة تدعم بشكل استثنائي. أنا أقول لك، أنا مطلع على كثير من البرامج الحكومية في كثير من الدول حتى الدول الغنية الحقيقة ينظرون إلى الدعم الحكومي في السعودية إلى أنه دعم استثنائي. نعم، الحمد لله فعلا. فهو متاح الآن للجميع، ولا يعني ينتظر أنه في، وهذا اللي بيصير يعني يتوهم أحيانا أنه يكون في المستقبل قد يكون هناك انخفاض فينتظر إلى أن يكون هذا الانخفاض، فمن انتظار لانتظار ومن فرصة لفرصة يضيع عليه فرص كبيرة. أتفق معك. بالتالي أنا يعني أقول أنه اليوم، وعبر منبركم أني أقول أنه اليوم قد تغير حياتك اليوم. وأنا كثير من الناس قابلتهم في أحد اللقاءات أو بعد أحد اللقاءات فعلا قال لي والله ما كان عندي فكرة نهائيا أتملك، وبعد ما سمعت المقابلة أو سمعت هذا لقيت أن الأمر جدا سهل، وبدأ يبحث وجد أن الأمر سهل جدا. نعم. وأنا أؤكد لك أنه كثير من الناس اللي كان دخلهم جدا منخفض وكانوا يعتقدوا أنه ما في أمل يتملك منزل، اليوم بقي له 5 أو 6 سنوات ويتملك منزله بالكامل يعني. نعم. احيانا غياب المعلومه هو يعني لا ما يعني ما اتاح لنفسه انه ممكن يعرف ايش الفرص الموجوده، ايش زي ما انت ذكرت وتفضلت استاذ خالد انه في هناك عده مستويات، اذا كنت انت في واحد من هذه المستويات تستطيع انك انت تتملك، لكن المشكله انه حكم عام دون ان يعرف ايش الفرص الموجوده حتى استطيع اني استثمرها. صحيح. انت عارف يا استاذ عادل اليوم يعني آفة الاخبار الرواد اليوم للاسف الشديد يعج منصات الشبكات التواصل الاجتماعي بالمتفلسفين المتفيقين، والله لا يمتون للواقع بصله، هدفهم فقط يعني نشر الاحباط، ويعني على طول يعني ينشروا صورة سلبية، ينشروا الإحباط. أنا ما أدري ليش يعني، حتى بعضهم للأسف الشديد مستفيد من هذه البرامج لكن لا يريد لغيره أن يستفيد. هذا شيء محزن حقيقة. يعني بعضهم الحقيقة يعني لديه بيت بقيمة يعني يستطيع 5 من المواطنين يتملكه، ويبدأ يتكلم وينشر الإحباط، وللأسف أنا معلومات غير حقيقية نهائيا. المعلومة الحقيقية أن اليوم
المشاريع والدولة تعمل لمن؟ تعمل لك يا المواطن. ترى كل المشاريع أنت قاعد تشوفها والمليارات اللي قاعد تضخ والمشاريع، يعني اليوم البرامج التمويلية التي أتيحت اليوم مع الشركاء اللي هم البنوك المحلية هذه لم تكن في السابق. يعني تخيل أنت قبل 5 أو 6 سنوات كل البرامج التمويلية التي تطلقها البنوك المحلية لم تكن تغطي كل شرائح المجتمع. يعني لكن تتخيل أن العسكريين في السابق لم يكن بإمكانهم شراء منزل عن طريق البنك. نعم. اليوم من 5 سنوات تقريبا وانت جاي اليوم، طبعا نتكلم عن 5 سنوات، يعني اللي شرى في بداية البرنامج اليوم باقي له 7 أو 8 سنوات ويتملك بيته خلاص. فبالتالي أنا أقول لك نحتاج إلى معلومة صحيحة من مصدرها الصحيح، نحتاج إلى تحليلها بشكل صحيح ثم من المبادرة. نعم، أنا أشكرك أستاذ خالد، حقيقة كان حديث شيق معك، ويعني فعلا لعل المستمع الكريم إن شاء الله وأنا أولهم حقيقة استفدت من كثير من الأمور اللي ما كانت واضحة واتضحت بشكل جيد من خلال خبرتكم العقارية وحديثكم معنا في هذه الحلقة. أنا لا أشكرك وأشكر إذاعتكم هذه المتميزة على هذه الاستضافة، شكرا جزيلا. شكرا لك. كان معنا مستمعينا الكرام الأستاذ خالد بن شاكر المبيض، خبير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية. الشكر كذلك لكم على طيب الاستماع، شكرا للزميل أحمد موسى من البث، تحية مني أنا عادل برباع، في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.